رامي با 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 يلحق لسفان مرة ثانية يلعبها مع رياض. يا رياض سجلوها يا رياض سجلوها يا رياض سجلوها يا رياض سجلوها يا رياض يلعبها مع زفان 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 مازال يرجع للخلف لسفيان سفيان زفان مرة أخرى زفان يطلبها عدلان قديورة. وين رايح يا زفان؟ وين رايح يا مهدي؟ يطلبها بن ناصر وصلته من هنالك رجعوا لعب الناجرين. بن ناصر دخل بن ناصر جول بن ناصر وبا با 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 القائم بن ناصر والعارضة الأفقية تصد. اسماعيل يا اسماعيل يا اسماعيل عندي اخي اسمه اسماعيل وانت كذلك اخ عزيز يا اسماعيل. يا سلام على هذا الصاروخ ضربت في العارضة الأفقية. اي يا 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 معليش يا جمال معليش يا جمال. الكرة لأكبيوي الكرة لأكبيوي يرسلها بعيدة. رياض محرز للتماس لصالح المنتخب الجزائري. جمال حاس بأنه رح نقضيه عليهم الآن. جمال حاس رح جاب الكرة. العب يا رياض والعب يا زفان. بقات دقيقة ونص. بغداد بنجاح راحت لسفيان سفيان وبغداد يرجع لرياض. رياض عنده الكرة الآن. رياض يرجع تماما في الخلف في اتجاه جمال بالعمري. رجعنا الآن في هذه اللحظات راجعوا النيجيريين حذري الآن. جمال بالعمري يلعب ليوسف بليلي راحت لإسماعيل بن ناصر. إسماعيل مع يوسف اطلبها رياض وصلها رياض دخل رياض بابا 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 رياض.